نعم، قبل قليل توصلنا بمعلومات غير رسمية وغير مؤكدة إلى حدود هذه اللحظة على أنه بعض المناطق المجاورة لمدينة مراكش قد شهدت هزات ارتدادية كانت في مستوى ضعيف، لكن ننتظر تأكيدات وزارة الداخلية بهذا الخصوص. التأكيد الرسمي الأخير كان يتعلق بتحيين أرقام الإصابات، أصبحنا الآن نتحدث عن أزيد من 1000 حالة وفاة تقريبا في ظرف لا يتجاوز 12 ساعة، وهذا الرقم مرشح للارتفاع. نتحدث أيضا عن العشرات من الإصابات وخاصة الحرجة منها التي يتم نقلها بشكل مستمر وبشكل فوري إلى المستشفى المدني، مستشفى محمد السادس الجامعي بمدينة مراكش. نتواجد الأثناء بعد انتقالنا من المستشفى بمنطقة جمع الفنا وتحديدا بالقرب من المدينة العتيقة لمدينة مراكش، هذه الساحة الشهيرة التي تشتهر بكونها أشهر ساحة سياحية في المغرب وفي العالم. يتواجد معي في الأثناء السيد عبد الجليل، وهو زميل أيضا، هو صحفي من مدينة مراكش، لربما قد يطلعنا بشكل مباشر بكونه مراكشيا عن التجربة التي عاشها ليلة أمس. السيد عبد الجليل، لو تصف لنا ما الذي وقع بالضبط ليلة أمس في 11 ليلا و11 دقيقة؟ تصادف تواجدي بساحة جامع الفنا مع قيامي بواجبي في تغطية الأشغال التي تقوم بها في تشهدها مدينة مراكش استعدادا لمؤتمر النقد الدولي. على الساعة 11:30 سمعنا ردة فعل في ساحة جامع الفنا على كبير وسط التجار، على وسط السياح، يعني واحد الحالة، واحد الارتباك اللي يدعى أن كل شيء خارج الساحة، كل شيء خارج إلى وسط ساحة جامع الفنا. يعني كانت لحظات عصيبة، لا نستفق إلا أن سمعنا بعض الانهيارات أجزاء داخل حي الملاحة والحي اليهودي، كذلك المدينة العتيقة اللي تضررت بشكل كبير. يعني كان واحد المشهد، أناس خارجين من المنازل ديالهم، عورات، عوائل، أطفال، بكاء، نوع، يعني اختلط الخوف بالرعب، اختلطت جميع المشاعر في هذه اللحظة. نحن كصحفيين، نحن بشر، يعني أثرت علينا اللحظة، ولكن لا نستفيق إلا أننا نسمع أن هناك ضحايا في حي الملاح وكذلك في المدينة العتيقة. نعم، هذه المنازل أو التي تضررت بشكل مباشر، ما هي وضعيتها؟ نعرف أن المدن العتيقة كاملة في جميع الدول أنها مبنية من عصور قديمة جدا، يعني أساس تكوينها الخشب والتراب. يعني أن باش نوصلوا درجات 7 على السلم المفتوح الريستر فهو درجة كبيرة جدا لا يمكن أن تصورها. الآن تنشوفون حي الملاح أنه في منازل مهدمة بشكل كثير، بعض المآتم التاريخية في مدينة مراكش أصابها الصدع، كما وقع الجامع خربوش بمئذنة الجامع خربوش، وكذلك يعني هو الجامع المتواجد في ساحة جامع الفنا، كذلك سور الباهية، قصر الباهية أصيب قصر الباهية الشهير طبعا، وهو من يعني القصور التاريخية. لاحظنا في بعض الفيديوهات اللي كانت المسجد الكتبي أو منارة المسجد الكتبية، الحمد لله ما كانت إشاعة أنها وقعت، ما وقعتش. ما وقعت. في ظل الحالة التي وقعت يوم أمس، كيف كان تفاعل السلطات المختصة مع الوضع؟ أقسمك بالله ولا أحلف أن البحث كنا ولينا مغاربة، عرفتي، لأنه مغاربة، يعني ما بقاش سلطة مجتمع مدني، كنا نحاول الإنقاذ، يعني إنقاذ ضحايا، شاهدنا أنه بعض الناس جرحى من حي القصور القصبة، يعني كنا مغاربة في هذيك اللحظة، ولأنه هذه الكلمات المغاربة يمكن المغاربة يعني كلمة شهامة، الفخر، الوقوف في سميت اليوم. تشوف كذلك انك سمعت قبل قليل انك كنت في مستشفى محمد السادس او مراكز تحقن الدم، هذيك هي التمغرب الهبه، كل شيء تيساعد، كل شيء تيجري، كل شيء يعني لا اختلاف لا اسميتو. كان محافظ مدينه مراكش يمكن اول واحد قدم الى ساحه جامع الفنا، كان محافظ المدينه اول المدينه اللي كان اول واحد تواجد بالساحه، شاهدنا انه حاول الامن تضييق انه مخافه توقع انهيارات وسرقات. نعم. يعني ولا جمعوا السياح والمغاربه في واحد المكان امن لتامين المنطقه. نعم بالفعل، في هذا الجانب المتعلق بالسياحه، المدينه مدينه مراكش هي عاصمه السياحه بالمغرب، وتشهد في هذه الفتره خاصه فصل الصيف وجود الالاف من السياح الاجانب. هل من معلومات حول ربما تضرر بعض السياح اصاباتهم؟ الى حدود الان لم تسجل اي حاله
في اصابات السياح. غنقول اذا نقول لك بالمغربيه كانت عندنا حظنا اننا استفدنا من التجربه تاع تركيا. يعني درس تركيا اخذتهم مراكش واستفادت به، لانه جميع السياح خرجوا من المنازل ديالهم، يعني كان خروج عفوي من المنازل الى المساحات الخضراء والفضاءات العموميه. هذا ما جنبه مراكش كارثه كبيره في الارواح. كذلك انه بالنسبه خلال متابعتي الاعلاميه واتصالي بوكالات ولوكالات الاصفر، الحجوزات باقيه هي لا يمكن لك تسريع بعد الرحلات المغادرة، أما بالنسبة للحجوز لا زالت مستمرة، أسواق تعجو بالسياح الأجانب لحد الآن. يعني ما كاينش شي سيد عبد الجليل، سؤال لك كصحفي، مراكش ذاقت من كأس الإرهاب تحديدا في ساحة جامع الفناء، وكان ذلك قبل سنوات، اليوم تذوق من كأس الكارثة الطبيعية، ما الذي يختلف ربما في الحدثين؟ ربما أنك تسأليني أنا شخصا، لأنه أنا شخصيا كنت بجوار مقهى أرجانا أثناء الانفجار، أو أني تواجدت كنت شاهدا على الحدثين. يعني واحد الإحساس، أنا تنقول لك إنسان كإنسان إحساس رهيب جدا. كان أنا تنقول أنه يمكن عودة كارثة أخرى، ما عرفناش من السفيق انه وقع واحد الصوت اللي كان شي شويه قوي، رجع بنا الذاكره الى أرجانا. ولاحظ هذاك المشهد انه في مقهى أرجانا كل شيء خارج من مريكا. يعني تكرر لان اصبت انا الان اصبت بواحد الخوف من هذاك المكان. نعم نشكرك السيد عبد الجليل على هذه الفكره. واحد السؤال الاولى، استغل تواجدي في قناه الغد، اتمنى من الفعاليات المدنيه والمجتمع المدني وخاصه المراكشي والوطني عموما مساعده اقليم الحوز، لانه متضرر بشكل كبير جدا، وعوائل كاينة لا ماء لا غطاء لا دواء لا سبيل. يعني تنتمنى انه خاص صاحب جلاله الملك انشا مستشفيات ميدانيه وارسل قوات المسلحه الملكيه، الا اننا تنطلب مراكز تحقن الدم، كذلك تنطلب مخافه الاسوأ. نعم صحيح، وهي مناشدات مفهومه وطبيعيه في هذه الظرفيه التي تشهد فيها المنطقه. كما قال السيد عبد الجليل، تبقى منطقه الحوز هي المنطقه الاكثر تضررا من عنف ومن هذه الكارثه الطبيعيه من زلزال ليله امس الذي اطلق عليه اسم زلزال الحوز. نعم فدوى، أنت إذن الآن في ساحة المدينة العتيقة بمراكش، يبدو خلفك أن بعض الأبنية ربما تساقط منها حجارة أو ما شابه، لا أدري، فقط التحقق منك يعني. نعم بالفعل، دعني أضعك وأضع المشاهد الذي يتتبع هذه الأخبار في صورة ما يجري، وتحديدا في هذا المكان. هذا الشارع هو شارع رئيسي بمدينة مراكش، يؤدي مباشرة إلى ساحة جامع الفناء كما ذكرت، وهي أشهر الساحات السياحية سواء في المغرب أو في العالم، وتشهد توافد الآلاف وإن لم أقل الملايين من السياح خلال العام من جنسيات مختلفة أغلبهم من أوروبا. نلاحظ أثناء في تواجدنا في هذه المنطقة ركام أتربة، وما يدل على أن الزلزال قد مر من هنا وأن أثره كان قويا. نتواجد أمام هذا المقهى القديم، يعتبر من المقاهي الأثرية في مدينة مراكش، ونرى كيف أنه أصبح ركاما وأن الزلزال أتى عليه. وكان لنا حديث قبل قليل مع مالك هذا المكان، وهو أجنبي مقيم في المغرب، فرحته الوحيدة أن المكان كان خاليا وأنه لم تسجل أي ضحايا في الأرواح. تم إخلاء هذه المنطقة كليا تقريبا من الساكنة، باستثناء طبعا المرة باعتبار أنه شارع رئيسي ويشهد حركة مرورية متواصلة طوال اليوم. نشهد أيضا أن حركة السير لم تتوقف بشكل كبير. نشهد أيضا استمرار توافد بعض السياح على ساحة جامع الفناء، وهو ما قد يؤكد على أن هناك التطمينات التي صدرت عن مسؤولي الرصد الزلزالي تشير إلى أن الهزات الارتدادية التي
كانت أو ستكون بعد الضربة الأولى التي سجلت بمقياس 7 على سلم ريشتر ستكون ضعيفة ولن تكون بحجم قوة الضربة الأولى، ولكن هذه كلها تبقى مجرد توقعات، بينما يبقى الواقع وأنه يجب توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات تحسبا لأي مستجدات ولأي طوارئ. المستجدات الحاصلة في الأثناء هي الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات وعدد الإصابات، أصبحنا كما ذكرت نتحدث الآن عن أزيد من 1000 قتيل والمئات من الإصابات، وهذا الرقم كما قلت وبحسب التوقعات مرشح إلى الارتفاع في الساعات القادمة بحسب البيانات المرتقبة لوزارة الداخلية. البيان الرابع حمل هذه التحيينات، هذا بالنسبة للغة الأرقام. بالنسبة للغة الميدانية، القوات المسلحة الملكية وبتعليمات من ملك البلاد الملك محمد السادس قامت بنشر تعبئة سواء بشرية ولوجستيكية برية وجوية في المناطق المنكوبة، وأيضا تم نشر فرق إنقاذ متخصصة في إخراج العالقين، وأيضا تم إنشاء مستشفى ميداني لإسعاف الحالات المتضررة، خاصة وأن بعد المسافة من هذه المناطق إلى غاية مستشفى محمد السادس الجامعي قد يكون عاملا سلبيا في هذه العملية، عملية الإنقاذ. مستشفى محمد السادس الجامعي المتواجد بمراكش يشهد ضغطا رهيبا منذ ساعات ليلة أمس، والضغط ما يزال متواصلا. المشاهد لا تحتاج إلى تعليق، مشاهد معبرة يعني تظهر حجم الكارثة الطبيعية. أغلب الحالات الوافدة على المستشفى بحسب حديث مع أحد الممرضين الرئيسيين بهذا المستشفى يقول على أن أغلب الحالات تتعلق بارتجاجات سواء في المخ وعلى مستوى الرأس، أيضا بكسور على مستوى الأيادي والأرجل، حالات نزيف حادة. حالات النزيف الحادة هذه استدعت توجيه نداء للمغاربة من أجل التوجه وبشكل فوري ومستعجل إلى مراكز تحقن الدم من أجل التبرع بالدم وإسعاف ما يمكن، يعني إسعاف الحالات الحرجة، وهو ما عيناه من أمام مركز تحقن الدم بمدينة مراكش. لاحظنا توافد أعداد كبيرة من المغاربة وحتى أيضا من السياح الأجانب الذين يتواجدون الأثناء في مدينة مراكش، والذين لم يعني يهرعوا إلى مغادرة المغرب ولم يختاروا تغيير رحلاتهم والعودة إلى بلدانهم، بل اختاروا البقاء خلال هذه الفترة. هم متواجدون بدورهم، هم ينتظرون تحت أشعة الشمس الحارقة للتبرع بالدم. هذه يعني صورة تعكس أن مثل هذه الكوارث الطبيعية تلتغي فيها مسألة الدين، المعتقدات، الإيديولوجيات، السياسة، ويحضر فيها مبدأ التضامن الإنساني.